اي الامر الثاني احب ابارك للاخ فارس، مبروك يا فارس. الله يبارك فيك ابو سلمان، الله يحفظكم. اول حاجه انتم يا اهل السواحل لفتوا انظارنا ذا السنه، يمكن اكثر من السنه من العام الماضي. سلم الله عليك. لا جماهير ولا ابل ولا حماس، وحقيقه خليتونا يعني خليتونا نلتفت لكم هالسنه اكثر واكثر. الله يطول عمرك. فابشروا باذن الله السنه الجايه بتكون الامور افضل من السنه هذه بكثير بالنسبه لكم انتم اهل السواحل. يبي الله وجهك يا ابو سلمان وجهكم، لانهم للامانه يستاهلون. الجماعه اللي شفناه الجميع يرفع لهم العقال السنه هذه. محاربين. تسمح لي الله يطول عمرك. سم الله حيك. انا بنتهز الفرصه قدام سمعنا صوتك اليوم، وهذا عيد من اعياد السنه، الله يطول عمرك. الله يطول بعمرك. انا باسمي وباسم جميع ملاك السواحل نرفع اسماء الثانيه والشكر والعرفان الى مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وشكر خاص لك الله يطول عمرك على جهودك اللي تذكر وتشكر في المهرجان عام، واللفتة المحمودة اللي ذكرها طيب عندنا أهل السواحل، واللي نتأمل منك الأكثر الله يطول عمرك. الله يطول لي بعمرك. لا شكر على واجب. الله يطول عمرك. وجيتني قبل المهرجان في المكتب وعطيتني طلباتك وقلت لك بدري عليها. أنا أعتقد بعض الطلبات اللي طلبتوها أعتقد أنه حان الوقت، لكنها إن شاء الله في المهرجان الثامن بإذن الله بتشوفونها بإذن الله. الله إن شاء الله. الله يبيض وجهك. هذا من ناحية السواحل. أما يا أبو عارف، من ناحية أخوي فارس، يوم أنك تقول خلنا نهدي شوي، أنا أرجوك لا تهدي. أنا الأخ فارس يمثلني رجل ثوري بأدب، ما يخطي على أحد، مراجل موجودة دبرته كل بورة للأمانة، رجل وافي ومع ذلك حماسي من الطراز الأول. هذا يا طويل العمر والله العظيم أنا يمكن ببتدي أشجع السواحل بسبته. رجل للأمانة يمثلني 100% كذا. أنا أحب الرجل الثوري اللي تحدى وينافس لكن بدون ما تخطي على أحد ولا تغلط على أحد، ومع ذلك مسموح. فأرجوك لا تقول لنا نهدي إلا خل الرجال ياخذ راحته. احنا يا جمهور مستانسين والله، هكون معك صادق مستانسين. يا ابو سلمان هو اليوم جالس جنب مشاري اي وكلهم ثوريين اي، فبنحاول بس نهدي الاوضاع شوي. لا خله ياخذ حقه، مشاري اصلا انخطا عليه قبل شوي. مشاري يقول له حظ، رجال قاعد يتعب سنه كامله وتقول له حظ. الله يعطيه العافيه. الليله يا ابو سلمان الليله عيد من هنا للساحل. ليش يا ابو ساره؟ هذا من اول شيء التفاتتك للسواحل واشادتك فيها، هذا نجاح كبير. واثنين والله شف ابو ساره ما هو للامانه، ما هو انا اللي التفت لها، انتم اللي خليتوا غصب الناس تلتف رقابها لكم. الله لا تشجيعكم لا حضوركم، يعني للامانه جيتوا بشيء مشرف، شيء قوي غصب. اللي ما يعرف للسواحل ولا التفت لها خليته يلتفت لها. والله يستاهلون. الله يعزك. والله انهم في خير في هذا المهرجان، وانهم مستانسين من سنه لسنه، وانه طول السنه في الساحل الكلام كله والذكر الا مهرجان الملك عبد العزيز. لا السنه الجايه ان شاء الله بنحاول نكبر مشاركتهم، نطولها شوي، نبيهم يجلسون معنا. يعني للامانه اذا راحوا بنفقدهم من غير شر. الله يعزك. الله يحفظكم. شاكر ومقدر لكم جميعا. الله يسلمكم. الله يبارك. سلمان.